محركات السوق اليوم وأسهم التكنولوجيا هل بالفعل فقدت زخمها وبدأت تدخل في تصحيح تقني ولا لا بعد في مجال معها للارتفاع وهو ما نراه بالنسبة للعقود الآجلة هلأ؟ مساء الخير مايا، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد أنه الزخم لا يزال متواجد في الأسواق. عملية جني الأرباح، التقلبات السعرية هي واردة جدا بالنسبة للأسواق. يمكن لو سألنا 10 مستثمرين حاليا مايا، بالنسبة لو بده يغير البورتفوليو تاعته أو المحفظة تاعته الاستثمارية، هل ممكن أنه يغير التكنولوجي سيكتور؟ هل ممكن يغير من الجاينتس الموجودين بالتكنولوجي؟ على ما أعتقد راح تكون الإجابة غالبا لا. غالبا نحن عندنا حتى بالأسهم في عندنا ملاذات آمنة قد تعتبر، يمكن الأسهم صاحب الشركات الأعلى قيمة سوقية قد تكون هي ملاذ آمن بالنسبة للمستثمرين مع مخاوف الأسواق في الاقتصاديا. لذلك أنا أعتقد عمليات التراجعات قد تكون هي عمليات جني أرباح، تقلبات سعرية آنية قد تكون لفترة زمنية متوسط المدى. مايا، عندما ننظر حتى للمؤشرات، المؤشرات الأمريكية ناسداك داو جونز عن مستويات نفسية 20,000، ارتدت الناسداك، الداو جونز ارتد عن مستويات 40,000، فهي تعتبر مستويات تقنية كما ذكرت، تعتبر هي مستويات نفسية بالنسبة للتداولات. فأعتقد أنه عمليات التراجعات الحالية هي عمليات تراجع، سواء كانت نفسية للمستثمرين على المؤشرات الأمريكية من ناحية، من ناحية أخرى هي عمليات جني الأرباح، تغيير أو بعض التغييرات بالنسبة لسهم إنفيديا جراء السبلت. بكل تأكيد لما يكون في عندنا سبلت غالبا بيكون في عندنا تخارج بعض المستثمرين الكبار للتموضع بمراكز أفضل، لأنه جراء أكيد بكل تأكيد لما يكون عندي سهم إنفيديا 118 دولار راح يدفع بشكل أكبر للمستثمرين الأفراد للدخول. أكيد مغري دخول إنفيديا على مستويات 110 دولار بدل ما يكون 1000 دولار أو أكثر من 1000 دولار، فبالتالي راح يكون في عندنا حزمة دخول بشكل أكبر بالنسبة للمستثمرين الأفراد، مما دفع على ما أعتقد جني أرباح هي تخارج المستثمرين الكبار بالنسبة لسهم إنفيديا، وراح يكون في عندنا تموضع بكل تأكيد أكبر في الفترة القادمة. مستويات 100 للدارلينج ستوك كما ذكرتي مايا على ما أعتقد قد تكون متواجدة في الفترة القادمة. طيب ماذا عن بقية الأسهم أحمد؟ يعني على شو بدنا نركز في المرحلة المقبلة؟ صحيح نحن مركزين مع الفدرالي، الاحتياطي الفدرالي، ناطرين الأرقام يوم الجمعة اللي رح يكون إلى تركيز، ولكن داخل السوق إذا ما وضعنا إنفيديا جانبا، شو هي الأسهم اللي بدنا نركز ونخلي عيننا عليها في الفترة المقبلة؟ يمكن الديفنسيف بكون افضل حل بالفتره لما يكون في عندنا تقلبات بالنسبه للسياسات النقديه. ما يمكن تتفق معي، السياسات النقديه حاليا او التوقعات الاسواق تختلف بين فتره وفتره. عم نشوف انه حتى الفدرال الامريكي غير المنحنى النقطي منذ بدايه العام الى الوقت الحالي مرتين، فبالتالي حتى الفدرال الامريكي عنده حاله عدم يقين بالتوجهات السياسه النقديه في الفتره القادمه. بكل تاكيد لما بكون في عندنا حاله عدم يقين، حاله اضطراب بالنسبه للسياسه النقديه او حتى في الاقتصاد بشكل عام، تظهر عندنا حالة الديفنسيف بالنسبة للمستثمرين. بس أحمد، يعني بآخر فترة يعني نحن عم نحكي عن موضوع التوجه نحو أسهم القيمة أو الأسهم الدفاعية في الفترة الأخيرة، ولكن السوق تتجه باتجاه لحالة، يعني بعد أسهم التكنولوجيا هي التي تقود السوق، أسهم النمو هي اللي ساحبة مع نفسها. بس نركز على الأسهم الدفاعية، على أي قطاعات بدنا نركز؟ هل حنركز على الرعاية الصحية؟ هل حنركز على شيء بالصناعة؟ على شو بدنا نركز بالمرحلة المقبلة؟ يمكن الرعاية الصحية هي الأفضل بالفترة القادمة. مايا، يمكن كنت تتفق معي، كانت الفترة الماضية كنا شفنا أنه تحت التكنولوجيا كان في عندنا الاتصالات كانت عم بتسجل تقدم أو بتسجل بعض التقدم بالنسبة للتداولات في الفترة الماضية. يمكن مايا بتتفق معي، يمكن لو ما كانت عندنا ثورة الذكاء الاصطناعي بالفترة الماضية يمكن كنا شفنا حتى الأسهم بحالة سلبية بشكل كامل. يمكن الذكاء الاصطناعي هو اللي حمل بالنسبة لأسواق الأسهم في الفترة الماضية. لذلك عندما أنظر إلى إمكانية توقع الأسواق أو حتى بالنسبة للأسواق أنه سعارت ارتفاعات الذكاء الاصطناعي في الفترة الماضية، قد أتجه بالنسبة للديفنسيف في الفترة القادمة بشكل أكبر جراء التغييرات. دائما بكون في عندي ثورة بالنسبة أو ظهور تريندينج بالنسبة لقطاع معين، قوة لقطاع معين، لما يبدأ يخفت عندي قوة هذا القطاع راح يكون في عندي توجه بالنسبة للأسواق بالناحية الديفنسيف أو الأسهم الدفاعية. لذلك أعتقد أن الأسهم الدفاعية قد تكون جيدة في الفترة الماضية. قطاع الصحي، قطاع الاتصالات على ما أعتقد راح يكون في قوة في الفترة القادمة.